ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هيكون عندنا اتنين ستيفلر رياكشن هنا على هوم سينما لفيلمين من افلام عيد الفطر المبارك السنه دي 2021. كل سنه وانتم طيبين. الفيلمين اللي احنا هنعمل لهم تريلر رياكشن، اول فيلم هو ديدو، والفيلم التاني اللي احنا هنعمل له تريلر رياكشن هو فيلم احمد نوتردام. فيلم ديدو التريلر بتاعه نزل تقريبا من 4-5 ايام، بس انا كنت لسه اتفرجت عليه. انا قصدت ان انا ما اتفرجش عليه واستنى ان هو ينزل فيلم تاني من افلام عيد الفطر علشان نعمله بالمره تريلر رياكشن، بحيث ان احنا ناخد الاثنين في او الفيلمين او التو تريلرز في فيديو واحد. وبالفعل امبارح نزل التريلر بتاع احمد نوتردام، ومن كام يوم نزل الاعلان الرسمي بتاع فيلم ديدو. انا طبعا لا كالعاده ما شفتش التريلر بتاع ده ولا بتاع ده، فانا النهارده هتفرج على الاثنين واعمل لهم تريلر رياكشن. هنبدا الاول بفيلم ديدو. الفيلم هو من تاليف كريم فهمي ومن اخراج عمرو صلاح. الفيلم من بطوله كريم فهمي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت، هدى المفتي. الضيوف الشرف زي احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو طبعا ونور ادري، في كذا حد هيعمل ضيف شرف جيست ابيرنس يعني. انا مش عارف، على ما اعتقد هم في البوستر هم صغيرين صح ولا انا بيتهيألي؟ في فيلم تاني المفروض ان هو هيتعمل بنفس المنظر ده اللي هو بتاع محمد هنيدي اللي هو عقلة الاصبع، يعني حاجه شبه كده. فانا ما اعرفش اذا كان هو نفس الفكره بالظبط ولا ايه يعني، مش عارف. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره. طبعا لو فيش التريلر هعمله تريلر رياكشن دلوقتي. كالعاده طبعا ما شفتوش ولا مره، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره. يلا بينا. ولد خد اي حاجه بس ابني. انا لا، انا هسيب كل حاجه لوحدك انت. اثبت عندك خليله. ايه ده؟ الفيزا لا راحت ولا جت، وهتاكلنا كلنا. انا نفسي بعد الخبزه نركب الدوده. بابي مشغول طول الوقت، ومامي اتحولت لبت. مامي اتحولت لبت؟ هي مامي اصلا كانت ذكر ولا ايه؟ انتوا مفكرين صحيح عجبلك طبق رمل هنا في القفص؟ انتوا بالكهرباء على كام؟ على واحده ونص. انت مش شايف؟ اخرج انت بره عشان ما ازعلكش. ده على مين يا امور؟ ده انا اجيبك بالشرشوبه. يا ابني فهمني انت لعبت ايه؟ وشوباش. دي باربي بتاعت ديزني. دي باربي بتاعت السوق. اوكي يا جماعة، التريلر ما عجبنيش صراحة. انا يعني عجباني الفكرة ان هم عملوا، حبوا يقلدوا فيلم برضو انجليش قديم كان موجود تقريبا من اكثر من 20 سنة. هو فيلم اسمه هاني اي شرنك ذا كيدز. الفيلم ده كان من افلام الطفوله بتاعتنا اللي هي كانت مع جومانجي ومع سبيس جام والفتره بتاعت التسعينات اللي هي بتاعت الطفوله بتاعت الجيل بتاعي انا. هو حرفيا شبهه بالظبط، نفس الحوار برضو، حوار بتاع ان هو عالم والعيال الصغيره كصغره. هي فكره كويسه ان هو تتعمل في مصر. ممكن في ناس كتيره جدا في مصر ما شافوش هاني اي شرنك ذا كيدز، فبالنسبه لهم الفكره دي جديده. بس انا بصراحه ما دخلتش دماغي خالص ببصله. افيهات كريم فهمي بصراحه سخيفه لدرجه كبيره. اللي هينجح الفيلم ده من وجهه نظر الشخصيه كالعاده هو محمد ثروت بافيهاته، انما كريم فهمي مستوى الافيهات بتاعته بصراحه سخيفه، بمعنى يعني سخيفه لده اكبر درجه من يعني سخيفه، يعني حتى من كتر السخافه انا مش قادر اتكلم. يعني قال حرفيا بتاع 3-4 افيهات في التريلر، يعني ما فيش ولا واحد حتى خلينا ابتسم مش هضحك. انا نسبة تراقبي للفيلم ده 3/10 مش اكتر من كده، مش جاي معايا سكة بصراحة خالص الفيلم ده. ليه مش جاي معايا سكة يا جماعة الفيلم ده؟ هقول لكم ليه قبل ما اخش في التريلر التاني اللي هو بتاع احمد نوتردام. لان انا كنت عامل فيديو، كنت قايل فيه ان معظم الافلام اللي هتنزل في عيد الفطر، مش قايل الافلام اللي هتنزل في عيد الفطر، الافلام اللي انا هقولها هي كانت هتنزل من افلام عيد الفطر. واتضح ان معظم الافلام اللي انا بصراحه كنت مستنيها مفيش ولا فيلم حرفيا هينزل منهم. يعني الثلاث افلام او الاربع افلام المفروض ينزلوا في عيد الفطر هو ديدو واحمد نوتردام وثانيه واحده والفيلم الرابع اللي هو اشباح اوروبا اللي هو بتاع هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر. دول تقريبا الاربع افلام اللي المفروض ينزلوا في عيد الفطر. سمعت ان ممكن ينزل كمان موسى اللي هو بتاع كريم محمود عبد العزيز، بس سمعت ان هو مش هينزل على النت، هو هينزل على منصه من المنصات على النت.
بصراحة أفلام مخذلة جدا يعني. لو دي الأربع أفلام فعليا اللي هتنزل في العيد، أنا بصراحة أنا شايف الأفلام دي كلها مخذلة يعني. ليه مخذلة؟ لأن معظم الأفلام العيد اللي إحنا اتعودنا عليها في الفترة الأخيرة وفي السنين الأخيرة أفلام جامدة. عندنا الفيل الأزرق واحد وفيل الأزرق اتنين والممر، ولاد رزق اتنين، وكان في كازابلانكا، وكان في حرب كرموز، كان في أفلام كتير حلوة بصراحة يعني، وتحس إنها مصروف عليها. لكن السنة دي في عيد الفطر حاسس إن في كروتة، وحاسس ان في افلام بصراحه كلها يعني، انا اسف، مع كامل احترامي مع كل الناس اللي صناع الافلام السنه دي في العيد، انا شايف من وجهه نظري مش حاسسها هتبقى حلوه يعني. يعني ثانيه واحده عملت له تريلر رياكشن مش متحمس له خالص، وكنت قايل محمد عبد الرحمن لو كان ممكن يبقى مكان مصطفى خاطر الفيلم كان هيبقى حاجه ثانيه خالص، وانا كنت هكون من اول الناس اللي هتفرج عليه. ديدو بصراحه التريلر بتاعه ما عجبنيش نهائي. دلوقتي عندنا احمد نوتردام، وهو الفيلم الاخير اللي احنا هنعمل له تريلر رياكشن النهارده، الفيلم الرابع اللي مفروض ينزل. احنا موسى عملنا له تريلر رياكشن على فكره السنه اللي فاتت، لان الفيلم كان اتاجل وكان تيزر، ما كانش اوفيشال تريلر. موسى الفيلم مش المسلسل. الحاجه الوحيده اللي احنا ما عملناهوش تريلر رياكشن هو فيلم احمد نوتردام اللي هو بتاع رامز جلال، اللي هو مفروض هينزل برده في العيد. يعني احنا نخلص من رامز في رمضان ونخش عليه كمان في العيد يعني. الفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم، وهو من بطولة رامز جلال، ومعانا كمان غادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني وانتصار وأحمد فتحي ومحمد ثروت برضه. محمد ثروت راشق في كل الأفلام السنة دي بصراحة، دي حاجة مبسوط منها يعني، لأن هو بيبقى بالنسبة لي يعني ملك الإفيهات في الفيلم يعني. هنتفرج برضه على التريلر، معرفش بصراحة هيبقى حاجة دمها خفيف ولا دمها تقيل، الله أعلم. أتمنى إن هو يطلع حاجة دمها خفيف بصراحة، لأن لو حاجة ما طلعتش دمها خفيف هيبقى الموضوع مخزل يعني من الآخر. طبعًا كالعادة ما شفتش التريلر ولا مرة، هشوفه معاكم دلوقتي لأول مرة. أحمد نوتردام، يلا بينا. الشاطر ما يستناش الخبر لما يجيله. امال يعمل ايه؟ يقفز على الخبر. يا ابني لا، امسك نفسك كده وانا بنط مع خالتي. يا ساده، احنا قدام سفاح شايف نفسه في عهد بنوتردام. لو سمحت. ايه ده؟ انت هتحطني في شنطه العربيه؟ هم السفاحين بيعملوا كده. موتي. ممكن بقى اتشرف بمعرفتك؟ انا اسمي احمد نوتردام. يا جماعه، ده الفيلم الثاني بتاعنا بتاع العيد. انا مش عارف فيه ايه بصراحه، ما يعني انا خايف اقول حاجه وحشه بصراحه الناس تزعل مني. لو انتوا يا جماعه شايفين ان ده كوميدي تمام يعني، لو انتوا شايفين ان ده كوميدي تمام. انا شايف سخافه برضو، انا مش شايف حاجه بتضحك يا جماعه يعني. في ايه يعني؟ فين الكوميديا في كده؟ فين الكوميدي يعني؟ ده كده كوميدي؟ ده كده سخافه، ده مش كده كوميدي يعني. انا اسف يعني، انا عارف ان انا ردي فعلي وحش على الفيلم ده او الفيلم اللي قبليه، لان انا فعلا مش شايف حاجه كوميدي بتضحك يعني. انا حتى كنت مستني فعلا العيد بفارغ الصبر، لان قلت في الفيديو بتاعي اللي انا كنت عامله، كنت قايل ان في افلام كتير قوي جامده هتنزل، وفي الاخر ادونا ثلاث افلام دول. انا مش عارف انا ايه ده. نسبة ترقبي يعني، ده ممكن تكون نسبة ترقبي على سيكا من الفيلم التاني. نسبة ترقبي للفيلم ده 4/10. معرفش اذا كان فعليا السنة دي هتفرج على أي حاجة في العيد ولا لأ، لأن أنا بصراحة زعلان. ليه زعلان؟ لأن أنا كنت متوقع حاجات أكبر أو أفلام أكبر تنزل في العيد السنة دي، بس مع الأسف في الآخر this is what we get السنة دي، ده والفيلم التاني. فبصراحة متضايق، لأن أنا كنت عايز أعمل كمان فلوج في العيد، إن أنا مثلا هخش سينما وبتاع، حبيت إن أنا أعمل حاجة جديدة، بس الأفلام مش محبذة خالص يعني. مش ده الفيلم أو الفيلم اللي قبليه، مش دول الفيلمين اللي أنا هخش أدفع فيهم فلوس بصراحة يعني. عامة هشوف التريلر الاوفيشال تريلر لو بتاع اشباح اوروبا نزل، ان هو يعني لو حسنا يعني الاوفيشال تريلر بتاع اشباح اوروبا ان هو ينزل عشان نعمله تريلر رياكشن. نزل هتفرج عليه، عجبني هخشه، ما نزلش مش هتفرج عليه ومش هخشه فخلاص. طبعا كالعاده افلام العيد السنه دي بصراحه بجد زعلت يعني، لان انا كنت متاكد وحاسس بنسبه كبيره جدا ان كان في افلام قويه هتنزل، بس في الاخر مش عارف يعني، مش متحمس خالص للفيلم ده ولا الفيلم اللي قبليه ولا حتى الفيلم دينا يعني، دينا الشربيني. بس دي كانت حلقتنا النهارده لتريلر رياكشن لاحمد نوتردام وفيلم ديدو افلام عيد الفطر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما
ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.